رجح مسؤولون أوكرانيون استخدام روسيا نوعاً جديداً من القنابل الموجهة في ضربات جوية شنتها موسكو على مدينة خاركوف. وقال المسؤولون إن التحقيقات أظهرت استخدام روسيا شيئاً ما بين قذيفة جوية موجهة وصاروخ في الهجوم الذي تسبب بإصابة 19 شخصاً ضمن أحدث الضربات التي استهدفت خاركوف منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. وفي السياق، حض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخذ تزويد الغرب لأوكرانيا بمقاتلات F-16 بالاعتبار ضمن خطط بلاده العسكرية، مضيفا أن تلقي كييف لهذا النوع من المقاتلات من حلفائها الغربيين لن يغير شيء في أرض المعركة رغم قدرتها على حمل أسلحة نووية. وتأتي تصريحات بوتين في وقت جدد فيه الرئيس الأوكراني دعوته إلى الغرب بتسريع تسليم كييف مقاتلات F-16 بالإضافة إلى منظومة الدفاع الجوي باتريوت. رقم قياسي بلغته روسيا من حيث حجم العقوبات الغربية المفروضة عليها مقارنة ببقية الخصوم لتتجاوز إيران وسوريا وكوريا الشمالية. فالدولة التي تعتبر أكبر دول العالم مساحة وثانية أكبر قوة عسكرية تخضع لأكثر من 16 ألف عقوبة، إذ تصدرت واشنطن قائمة الدول الأكثر فرضاً للعقوبات ب 3585 عقوبة، تليها كندا وسويسرا. أما الاتحاد الأوروبي فقد فرض 1785 عقوبة. ورغم حجم العقوبات الغربية، لا يزال الاقتصاد الروسي يحقق نمواً، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي بنحو 3%، وذلك بعد الانكماش بنحو 2.1% عام 2022 وفق صندوق النقد الدولي. ورغم انكماش اقتصاد روسيا في البداية، إلا أن البلاد تعافت ويتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 2.6% هذا العام، مع تراجع قيمة العملة 12% أمام الدولار وفق بلومبرغ التي أشارت إلى أن قيمته وصلت إلى 94 روبل مقابل الدولار الواحد. البنك المركزي الروسي أعلن تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي 62 مليارا و800 مليون دولار بعد عامين من الحرب، حيث كان يبلغ 643 مليارا و200 مليون دولار في 18 من فبراير عام 2022. كما أشار البنك المركزي الروسي إلى أن الصادرات انخفضت بمقدار 169 مليار دولار لتصل إلى 423 مليار دولار في وقت ارتفعت الواردات إلى 304 مليارات دولار.